قال لك فما واحد صاحبي نيجيري قام الصباح باش يفرهد العصفور يا اخي ما لقاش يلقى العصفور طار صح يا مي نقعد اش نحكي لك الفوز هذايا ما حط في مخك راهي ترو ستوري مش فضلك معنا سيكو شاه صاحبي قام الصباح مشى المدام قال لها توا واضح يحب يجيب صغير السيد قام نحى السروال نتاعو يغزر اللي هو ما عندوش الدنيا البسكولة ماهيش موجودة دخل في تريب صاحبي خرج الولاد لبرا في حالة هستيريا فهمت شنو يبكي ويعيط ويصيح من غدوة صاحبي اشتر البلاد ما عادش ما لقاتش الدنيا نتاعها فما دو هيبوتيز الهيبوتيز الأولى اللي هي السحر والسحر في نيجيريا مش السحر بتاعنا نحن بتاع بخوخ وسحر كسر دونك العباد ولات تمن اللي فما جن الجن هذايا هو اللي يسرق في المعون شنو يوليو يعملوا العباد يجيبوا في عراف يبيت بحذاهم يقرا لهم الفاتحه ما نعرفش بالنيجيري وسي العراف هذا قاعد يعسلهم على الدنيا ليبوتيز الثانية واللي هي سرقة نحكيو على اجرام نيكست ليفل صاحبي العباد ولاو يشكوا اللي فما عبد يقنص العباد اللي بداو بالعين ولا مروحين ولا راقدين ولا اللي يشد عليه حديد اعطيني خويا اعطيني عبيد عملوا لجان حاولوا باش يشدوا السرقه هذا شكون واللي شدوه صاحبي كلي على راسه راني عارف التوا صاحبي اللي انت ماكش مصدق ما حط في مخك راي ترو ستوري صح الفازه هذه صارت في نيجيريا 1973 وتتسمى لو سيندروم دو كورو وهو نوع من انواع الهستيريا اما لو سيندروم دو كورو صاحبي ما يخص كان لبسيكل وما يصير كان في بلدان من الافريق وبلدان من الازي اما البلايص الاخرين ظهروا فيهم انواع متاع هستيريا اخرى كما في التسعينات في امريكا خرجت الشيعة اللي فما غاز قاعد يتسيب في البلاد والغاز هذا مسمم العباد دخلوا في هستيريا تعيط وتسيح وتبكي وكذا في بالهم اللي هما باش يموتوا دونك شنو صار زدموا الكل على السبيطارات هو ان فان كونت ما فما حد شيء الولاد الحلقه الجايه باش نحكي لكم على الليبي البيلعو اللي غير مجرى التاريخ متاع القاره الافريقيه دونك كان تحبوا تتفرجوا في الحلقه الجايه اعملوا ابوني